بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي وقناتكم عالم ليلى. نتمنى يا رب تكونوا بألف خير وبصحة جيدة وبسعادة دائمة إن شاء الله. استخدم ماسك النشاء مع ماء الورد كعلاج لمشاكل البشرة منذ القديم، وذلك لما يتمتع به هذا الماسك من فوائد جمالية للبشرة. فإذا كنت تريدين أن تحصلي على بشرة مشرقة خالية من العيوب فعليك بهذا الماسك، لأنه يحتوي على الفيتامين A والكالسيوم اللذين يعملان على تفتيح البشرة ويزودانها بالرطوبة. ولكني أضفت بعض المواد لهذا الماسك ليمنحك نتيجة رائعة جداً ومن أول استعمال بإذن الله تعالى. أرجو الاشتراك بالقناة بالضغط على الزر الأحمر وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد، ودعمي بلايك ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء، وهذا تشجيعا لي لإعطاء المزيد والأفضل، دون أن أنسى تعليقاتكم المحفزة والمشجعة دائما. نبدأ على بركة الله. نحتاج في هذه الوصفة إلى المايزينا أو نشاء الذرة، نحتاج كذلك إلى عصير الليمون، ونحتاج إلى 4 كبسولات من الفيتامين ها أو الفيتامين اي، نحتاج كذلك إلى ماء الورد، والمكون الأخير وهو زيت اللوز الحلو. نأخذ ملعقة صغيرة من المايزينا أو نشاء الذرة، نضيف إليها 4 ملاعق من ماء الورد، 4 ملاعق كبيرة من ماء الورد، ونمزج هذه المكونين على البارد، يعني قبل أن نضعها فوق الفرن يجب أن نمزجها جيدا بهذا الشكل. ولمن لا تتحسس بشرتها من الليمون تضيف ملعقة صغيرة من عصير الليمون. ضعي هذا الخليط على نار هادئة جدا مع التحريك حتى تلاحظين أنه بدأ يتماسك. ارفع المزيج على النار واتركيه ليبرد قليلا ونحصل على هذا الخليط. بعد ذلك نضيف إليه ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو و4 كبسولات من الفيتامين A أو الفيتامين ها. يعمل ماء الورد على ترطيب البشرة ومنحها لونا ورديا جميلا، خصوصا البشرة الجافة. يفتح البشرة ويخلصها من الكلف، يزيل البقع الداكنة والتصبغات المزعجة، مهدئ فعال لحب الشباب، ومفيد جدا للبشرة الدهنية وغلق المسام الواسعة. دون أن ننسى أن النشاء رائع لتبييض البشرة وتوحيد لونها، كما أنه ينظف ويشد البشرة ويمنحها المزيد من النضارة والشباب. بعد ما مزجنا المكونات جيدا نحصل على هذا الخليط الذي يمكن فرده على البشرة بكل سهولة. أما بالنسبة لطريقة الاستعمال، طبقي هذا الماسك على وجهك بعد تنظيف البشرة جيدا. يوضع هذا الخليط على كل الوجه ما عدا دائرة العينين، اتركيه مدة 30 دقيقة، ثم قومي بغسل الوجه بالماء البارد مباشرة، ثم قومي بترطيب الوجه بأي مرطب ملائم للبشرة، علما أن هذه الوصفة صالحة لكل أنواع البشرة. يطبق هذا الماسك 2 مرات في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج. ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.